بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هذه العبارة صحيحة أن العقيدة الإسلامية يمكن تعلمها في 10 دقائق مستدلا بحديث جبريل؟ إذا كانت هذه العبارة يراد بها التقليل من شأن العقيدة كما يطلق هذا من يطلقه للتزهيد في العقيدة فهذا خطير. وإذا كان المقصود أن العقيدة ميسرة، لا شك أن العقيدة ميسرة وسهلة، الحمد لله عقيدة أهل السنة هي سهلة وميسرة وتناسب الفطر ويمكن تعلمها، أما القول بأنها في 10 دقائق فهذا جهل ومكابرة وكذب، فإن العقيدة ما زال العلماء يتعلمون العقيدة ويترسخون فيها، وبعضهم كان يقول هذا وهو في آخر حياته، يقول ما زلت أجدد إسلامي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ما زلت أجدد إسلامي، فأين قول هؤلاء العلماء من أقوال هؤلاء؟ فالعقيدة إذا كان مقصود أنها ميسرة وسهلة بلا شك هي كذلك، ولكن القول بأنها تتعلم في 10 دقائق هذا كذب، فالعقيدة تتعلم ويترسخ الناس فيها يوما بعد يوم، وما زال العلماء يتفقهون، ولو أن الناس عرفوا العقيدة كما يقول هذا قال في 10 دقائق لما حصل هذا الاختلاف في الأمة والافتراق والتنازع، يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، أين العقيدة؟ هل العقيدة فعل السنة أن يكفر بعضنا بعضا وأن يبدع بعضنا بعضا؟ هناك علماء شابت رؤوسهم في طلب العلم لكنهم على جهل بالسنة، منهم من يجهل باب الأسماء والصفات، منهم من يجهل توحيد العباد، منهم من يجهل القدر، منهم من يجهل الواجب على الأمة تجاه ولاة الأمر، والذين يقولون هؤلاء لا يبعد يعني أن بعضهم قد يجهل هذه العقيدة ولهذا يهون من شأنها، فالذي ينبغي حقيقة أن تقاس العبارات والكلمات بمقياس الحق، فإذا كان مقصود بسهولة العقيدة ويسرها هي بلا شك ميسرة ولكن لا يقال فيها هذا، وأما إذا كان مقصود بها التزهيد عن تعلمها والتفقه فيها فلا شك أن هذا يعني خطير.